الكاثوليكون 17 طوبة مستلف 16 بقونة. فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركته علينا أمين. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا، هوذا الديان واقف على الأبواب. خذوا لكم يا إخوتي مثال احتمال المشقات وطول آنات الأنبياء الذين تكلموا باسم ربي. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأنات. وقبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، وليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تكونوا تحت الحكم. وإن كان واحد منكم قد ناله تعب فليصلي، والفرح القلب فليرتل، وإن كان واحد منكم مريضا فليدعو كسوس الكنيسة وليصل عليه ويدهنه بزيت باسم الرب. وصلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه، وإن كان قد عمل خطايا تغفر له. فاعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي ما تشفوا. وصلاة البار فيها قوة عظيمة فعالة. كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة كي لا تمطر السماء فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. وصلى أيضا فأعطت السماء المطر والأرض أنبتت ثمرها. يا إخوتي إذا ضل واحد منكم عن سبيل الحق ورده واحد، فليعلم أن من يرد الخاطئ عن طريق ضلالته فإنه يخلص نفسه من الموت ويستر خطايا كثيرة. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.